في ظل القصف العنيف يلي عم يشهده لبنان، بظل الظروف الصعبة والاستثنائية يلي عم نمر فيها، نسينا نضوي على موضوع كتير مهم. هيدا الموضوع منه مترابط لا بالسياسة ولا بالصحة ولا بالاجتماع ولا حتى بالاقتصاد، بس هيدا الموضوع جامع كل المشاكل سوا، ألا وهو التلوث. الاشتباكات والعمليات العسكرية أثرت بشكل سلبي جداً على التربة، خصوصاً من بعد التلوث الكيميائي الناتج عن المواد السامة، عن المتفجرات وحتى عن القصف الفوسفوري. التلوث الكيميائي الناتج من الحروب ما عم بيأثر بس سلباً على الحياة البيئية أو حتى على المحاصيل الزراعية، بس حتى كمان عم بيأثر سلباً على حياتنا اليومية، خصوصاً على حياة الإنسان وحياة أيضاً الحيوانات والمواشي. لهيدا السبب لازم نكون عم نسلط الضوء على هيدا الموضوع لنلاقي حال بأسرع وقت ممكن قبل ما تزيد الأزمة. بس الموضوع ما اقتصر هون، إنما زادت المشكلة مشكلتين الحرائق الكبيرة يلي كانت عم تندلع مؤخراً، يلي هي كانت عم تشكل خطر كتير كبير، إن كان من خلال تلوث الهواء أو حتى تدمير المساحات الزراعية الشاسعة يلي هي أمر أساسي لإنتاجية المواد الأولية بلبنان. تحسين الظروف البيئية أمر أساسي لتحسين صحة الإنسان، بس مع الأسف بظل الكوارث يلي عم نشهدها صعب تحديد حجم الدمار البيئي والإنساني يلي عم يشهده لبنان.